الدكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والدولة للبحث العلمي النهاردة خد قرار هام بإرسال سفينة للأبحاث سلسبيل دي تابعة المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، دي مجهزة بكافة الأجهزة العلمية، رايح جنوب سيناء، رايح شرم الشيخ عشان يشوف أسباب القرش على شاطئ شرم الشيخ. ده طبعا هيبقى بالتنسيق مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا. الدكتور ماجد شربين رئيس الأكاديمية قال إن هنشوف التنوع البيولوجي لأسماك القرش بمنطقة الدراسة، يعرفوا انتشرت ليه، ظهرت فجأة، هل هو عدد، هل هو حد رماها لنا زي ما بيتقال بعض الظنون والشكوك، يعني شغل علمي محترم. احنا معانا دكتور هاني هلال يا جماعه. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير الخير بيه، ازاي حضرتك يا فندم؟ كل سنه وانت طيب، وحضرتك كل مشاهدين طيبين، وحضرتك بخير وسعاده يا فندم. مبادره جيده وجميله من حضرتك ارسال السفينه سلسبيل علشان نفهم بدل ما احنا قاعدين نخمن كلنا. لا، هو الحقيقه احنا من بعد الحادثه الثانيه اتصل بيا سياده المحافظ شوشه واتفقنا من يوميها على ان احنا نرسل، وارسلنا بالفعل فريق بحثي الى شرم الشيخ من وحده الابحاث في فرع معهد البحوث علوم البحار والمصايد في الغردقة والسويس والإسكندرية. واحنا كنا صاعداء الحظ ايضا ان المعهد كان بينظم مؤتمر السنوي الخاص بالمعهد، وكان في مجموعة من الخبراء موجودين برضو، طعمنا الفريق بمجموعة من الخبراء، والفريق بيدرس الموضوع من الناحية العلمية المضبوطة، لان مش من طبيعة الاسماك، انا طبعا مش متخصص يعني انا بس بقول التفسير اللي تقال لي، مش من طبيعة اسماك القرش انها يعني تهيج فجأة وتعتدي على الانسان، يعني مش هي دي الطبيعة، في انواع بتبقى عدوانية ولكن ده ما هيش ظاهرة موجودة في المنطقة بتاعتنا، في المنطقة بتاعتنا، في منطقة شرم الشيخ بالدرجة الاولى. نعم. بالتالي هناك ظواهر جديدة ظهرت في المنطقة لابد من دراستها، لابد من تحليل عينات من الأسماك اللي هم الكام سمكة اللي اصطادوها، لابد من دراسة التنوع زي ما ماجد قال، التنوع البيولوجي الموجود فيها، لابد يبقى في دراسة علمية سليمة ونوع من الهول المتابعة المستمرة لمثل هذه الظواهر في على شواطئنا. أعتقد ده دور مهم جدا ومسؤولية، احنا بنعتبرها مسؤولية علينا كعلماء بحث علمي ان احنا ندرس هذا الموضوع، وليس لدينا اي حرك في التعاون مع اي فرق اجنبية، في برضو فرق اجنبية احنا على اتصال معها لابحاث اخرى خاصة بالمصايد بنتعاون معهم، لان دي ظاهرة تهم العالم كله ما تهمش مصر بس. ده هيستمر يا دكتور لمدة اسبوعين، في اربع غطاسين وست علماء. اسبوعين. واذا كان هناك اي نتائج مبدئية هتظهر هنبلغ بها الرأي العام، انما احنا عايزين نقول احنا مش عايزين برضو، لابد ان نتبع الاسلوب العلمي، لابد ان احنا ما نسترخش الحوادث، مفيش داعي ان نظرية المؤامرة ولا انه اللي حصل، هناك بعض التكهنات خاصة بان بعد العيد في بعض السفن القت ببعض الخراف الميتة، فالسمك اتعاش عليها ما بقاش بقى كسلان يصطاد، يعني في بعض الحاجات الظواهر الطبيعية اللي الناس بتتوقع، فهيبقى عندنا رد علمي بالضبط، عندنا دراسة علمية وحنستمر. تمام. برضو انا بطمن الناس ان احنا هنستمر في الدراسه دي، ليس فقط بقى في منطقه شرم الشيخ، انما هنمدها لراس محمد وهنمدها لمنطقه خليج العقبه وكل المناطق السياحيه، احنا يبقى عندنا نوع من المتابعه المستمره للتنوع البيولوجي في هذه المناطق حفاظا على المصدر الرئيسي للدخل في هذه المناطق وهو الغوص وصيد الاسماك ومشاهده الاسماك في هذه المناطق. طيب رائع، احنا هنتابع مع حضرتك، بس قبل ما انهي المكالمه انا بس هتسمح لي اسال سؤالين خارج هذا الموضوع، انا متصل بحضرتك على ده، انا عارف هتسال على ايه وانا هجاوب عليهم. لا انا الاول انا حضرتك مش انا عارف انت حضرتك متوقعني في الاي جي، لكن غير الاي جي كمان عايز اسال معهد الاورام، وانا عارف ان حضرتك ليك دور كبير ومتابع من ضمن اللجنه، عايزين نعرف ايه اللي بيحصل دلوقتي، معهد الاورام وصلنا لحد فين؟ احنا ندعو الناس يعني. لا احنا معهد الاورام الحمد لله في خلال شهر رمضان بدأنا أول حملة للتبرعات، وإحنا بنشكر كل من تبرع، ولكن إحنا لسه قدامنا المشوار طويل، أعتقد إن غدا إن شاء الله جامعة المستقبل بتقوم بحملة بحفلة متبرع بيها عمرو دياب، وبنقوم بحملة إعلانية وإعلامية للتبرع للمعهد، احنا ماشيين خطوات التبرع من الجامعة مش من الفنان الكبير عمرو دياب يعني.
لا التبرع من الجامعة هي أقامة الحفلة ومجموعة معها مجموعة من السبونسرز أو المتبرعين أو الرعاة، وإحنا هنستمر إن شاء الله بعد الحفلة. إحنا عندنا أرقام بنروج ليها هو علنا في التلفزيون المصري، بندعو الناس، وحضرتك تدعو معنا أن الناس يعني دي مكالمة مش هتكلف كتير إن شاء الله، وده خير إن شاء الله لينا والأهالينا، وأعتقد مكافحة مرض الأورام ومرض السرطان أعتقد ده واجب وطني لينا جميعا إن شاء الله بإذن الله. الأي جي، الأي جي أنا بس عايز أطمن أولياء الأمور إن والله إحنا بننفذ الأحكام وعايزين ننفذ الأحكام، إنما ما زال إحنا لما الحكم الأولاني صدر إحنا ما طعناش فيه، ما استسكلناش فيه يعني ونفذناه، فتحنا باب التنسيق. ولكن إحنا عندنا مشكلة فنية، المشكلة الفنية دي أنا بشرحها للأولياء، بقول أنا بس لما بوزع أولادكم بوزعهم على عدد أماكن محددة. نعم. ما عنديش نسبة ما عنديش بقول أنا اللي جايب 92 أدخله طب واللي جايب 93 أدخله حاجة تاني، ما عنديش ده، أنا عندي عدد من الأماكن من الطلبة وبرتبها بالنسبة لبعض. أنا اللي تقدم عندي أقل من 50 طالب. نعم. واللي واخدين أحكام وصلوا 300 و350، أنا ما أقدرش أنفذ ما أعرفش أنفذ الحكم إلا إذا تقدم هؤلاء الولاد أو اعتذروا رسمي عن التقديم في التنسيق حتى استطيع. احنا بنزلنا بيان بناشد فيه اولياء الامور، المحكمه لسه حاكمه 169 طالب يوم الاثنين اللي فات ويوم الاحد اللي فات. انا بقول لاولياء الامور اللي عنده الحاله دي سواء خد حكم ما خدش حكم، رفع قضيه او لسه هيرفع قضيه، ارجوك تقدم بورقك لمكتب التنسيق لو تنطبق عليك نفس الحاله، خليني اوزع الطلبه، وانت لو مش عايز تاخد المكان ده ما تاخدوش، بس ما تعطلش الاولاد التانيين. او ارجوكم انا بناشد من خلال المنبر بتاعكم يا استاذ خيري اولياء الامور اللي عندهم الحالات دي ان يتقدموا لمكتب التنسيق عشان اقدر اقفل الباب واقدر اوزع الولاد ويلحقوا الامتحانات في شهر يناير. احنا اتاخرنا جدا، احنا في نهايه في نص 12 اهو ولسه ما دخلوش. سياده الوزير، هل هيبقى وارد ان في حد جايب مجموعه اكتر من حد، بس في حد في المرحله الاولى؟ يعني بيقولوا مثلا طلاب من الكويت جم بمجاميع دخلوا كليات محترمه هم عايزينها دلوقتي لان ما فيش اماكن، هيبقى جايب مجموعه اعلى منه وما يقدرش يدخل؟ لا حضرتك، احنا في عندنا حاجه اسمها ما ايه، الولاد اللي توزعوا قبل كده دول توزعوا طبقا للكرايتيريا او طبقا للمجاميع بتاعهم والاماكن المتاحه عندنا. احنا النهارده اللي بياخد حكم بننفذ الحكم بينهم وبين بعضهم، اللي خد مكان قانوني اللي دخل في التنسيق العادي ده خد مركز قانوني، وبحكم القضاء او بحكم القانون هو هيستمر في الكليه. يعني ما فيش واحد هيجي يخش يطلع، عشان كده انا مش قادر اطبق النهارده الحكم اللي موجود ليه، لان انا لو وزعت ال 50 طالب دول وجالي ال 162 طالب هيطلعوا ال 50 دول يقدروا يطلعوهم، لان التنفيذ في لن يتعدى الشهرين، وبالتالي واحد يقدر يطلع واحد، انما اللي دخل قبل كده بعد عليه شهرين وخد مركز قانوني وهيفضل في كليته. تمام، اتمنى ان تكون الرؤيه واضحه عند اولياء الامور اللي بيتكلمونا هنا. اتمنى، وانا بناشد من خلالك يا ريت حضرتك في كل يعني اللي الاسبوع الجاي يا ريت، وانت كنت تقول ارجوكم روحوا قدموا في مكتب التنسيق. وانا هعمل حاجه ثانيه، انا اللي رافع قضيه وما خدش حكم هبعت له جواب انذار اقول له تعالى قدم عندي عشان انا اقفل الباب ووزع الولاد ولا اتهم ان احنا بنعطل بالظبط، لان مكتب التنسيق اتفتح وقت طويل قوي والدراسه خلاص يعني. ما انا غصب عني هعمل ايه؟ تمام، هعمل ايه؟ شكرا دكتور هاني هلال وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بشكر حضرتك جدا على تعاونك. الضبعة في اخبار كويسه، النهارده الدكتور احمد نظيف اكد خلال الاجتماع الوزاري اللي كان معقود النهارده عزم مصر طرح المناقصه الخاصه لانشاء اول وحده لتوليد الكهرباء من الطاقه النوويه في منطقه الضبعة قبل نهايه شهر ديسمبر. ده المسائل بقت جاده اهو، مشددا على توافر التمويل اللازم لطرح هذه المحطه بشكل كامل. النهارده الدكتور مجدي راضي المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء قال ان الدكتور نظيف اشار الى وجود تنسيق بين وزارتي الكهرباء والماليه لاعداد الجانب المالي لعمليه الطرح بالشكل المناسب. دي حاجه كويسه جدا لما يبقى محطه كهرباء، ده يعني انت عارف هتساعدنا ان احنا نعمل مصانع، هتساعد المنطقه انها تنشط، هتشوف لنا الكهرباء اللي بتتقطع في الصيف، فده حاجه كويسه. الوزيره السفيره
الدكتورة مشيرة خطاب، خدت الدكتوراه. ألف مبروك السيدة الوزيرة، كانت بتحب السفيرة، مش عارف هنقول لها إيه، الدكتورة الوزيرة السفيرة. تعالوا نشوف حصولها على شهادة الدكتوراه بدرجة عالية، امتياز مع مرتبة الشرف وحاجة تشرف كده. نشوف الدكتورة مشيرة ونرجع لكم تاني. أوصت اللجنة بمنحها هذه الدرجة وبطبع الرسالة وتبادلها لدى الجامعات الأجنبية، ولهذا فإن الباحثة أخذت أعلى تقدير تسمح به اللائحة. طبعا أنا فخورة أن أنا خدت أعلى تقدير تسمح به اللائحة اللي سجلت بيها الرسالة. الرسالة أنا مسجلها من 7 سنين وبشتغل عليها بقالي 7 سنين. أنا سعيدة لأن الرسالة بتتلاقى مع العمل اللي أنا بقوم به، وهي تنفيذ حقوق الطفل على أرض الواقع. وأنا هدفت من وراء هذه الرسالة أن أنا أوفر مرجع باللغة العربية للعاملين في مجال حقوق الطفل، وده خد مني مجهود كبير جدا، لأن دي أول رسالة من نوعها سواء على مستوى مصر أو على مستوى الإقليم أو على مستوى العالم. ويوم ما تعينت وزيرة قلت خلاص ضاعت أحلامي في أن أنا أكمل الرسالة، والحمد لله أن أنا قدرت أكملها. وميزة الدكتور فتحي سرور أنه إنسان نقي صافي، صريح دوري، أسلوبه مشوق في الكلام، ملاحظاته أفادتني جدا. وأنا يعني طلبت خصيصا أنه هو يبقى مشرف على الرسالة، لأن أنا كنت عارفة أنه هو حيتحدى حاجات كتيرة في الرسالة، وحيبقى فيه نقاش حي، يعني أنه لما حد ينتقد الرسالة ويطلع فيها حاجات هو مش موافق عليها، ده بيفجر قضايا للنقاش. ما كانش فيه مجاملات، أنا اتسلخت يعني. لا خالص خالص خالص، لا لا، بس هم قالوا الرسالة جهد قيم، وفعلا أنا عملت جهد كبير قوي في الرسالة. هذه الرسالة تساهم بأنها توضح وتضيء وتعبد الطريق للمشرع وللأجهزة التنفيذية في كيفية تفعيل الحقوق المعترف بها في اتفاقية حقوق الطفل. مبروك سيادة الوزيرة، رسائلكم بسرعة هقطع كده. متفائلة هانم وكلنا متفائلين، بتقول بجد يعني مصر مش بيحصل فيها كل يوم ملايين الأشياء الحلوة وفيها ملايين الناس الطيبين، ليه بتتجاهلوا كل شيء حلو وتركزوا بس على الوحش؟ اللي بعدها مرتبط بيها يعني رفعت بيقول يا ريت تفرحونا شوية وتحسسونا ان مصر بخير، وتقولوا خبر عن حصاد مهرجان القاهرة السينمائي او نطلع من مود الانتخابات شوية. هنقول لكم حاضر، ومصر بخير، ومصر فيها ناس كويسة قوي وفيها خير كتير. حد كان بعت لي اقتراح بيقول لي ليه ما نخصصش شهر، خلوكوا 11 شهر انتقدوا مصر وطلعوا السلبيات والحاجات الوحش وكل حاجة، بس شهر واحد في السنة تقولوا لنا الشهر ده او الاسبوع ده بتاع الحاجات الحلوة، اللي صوته حلو واللي عامل عمل خير واللي بيدعو ربنا بالحكمة والموعظة الحسنة واللي بيرصف طريق واللي بيزرع شجرة. ويعني بلدنا مليانة صدقوني، لما بنعرض أزمة اللي بنى 57 ده انتو، هذا الشعب العظيم اللي بيقول ما بيطلعش الناس، في ناس كتير قوي مد أديها الناس غلبانة وتعبانة ومريضة ما بيتوانوش، بس الناس مش عارفة تتقابل. وفعلا احنا محتاجين ان احنا نتكلم كتير شوية عن الحاجات والنماذج الحلوة، ونبعد عن الانتخابات والسياسة ومين ضرب مين. انا يهمني اللي هيدخل جيبي واللي هشوفه في الشارع واللي هينيمني مطمئن على اولادي، هو ده اللي يهمنا. انا متفق معاكم تماما.